شايف انه الناس بدأت تشتري حلويات وملابس وفواكه مجففات وان شاء الله خير. بس كانت تشتري اكل من السنة اللي فاتت واللي قبلها، لانه انا بشتغل انا والمراه ومش مشفر صحيح، يعني لانه الاوضاع صعبه ما ماشي، يعني كل شيء غالي، يعني بحس في الاشياء صحيح. اي نعم الاساسيه، بس يعني مثل المشروبات مثل القهوه المكسرات وفواكه بس بكميه اصغر شوي. لا 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 حلويات طبعا بس بكميه اصغر شوي. والله كل سنه واحنا سالمين والام العربيه بسلام وخير، وان شاء الله ربنا بعيد علينا وعليكم الصحه والسلامه. طبعا اجواء العيد للفطر السعيد ككل سنه بتمرق قبل بتكون اجواء حلوه، في حركه، في ناس، في بتطلع، في اجواء بتكون جدا رائعه، يعني خاصه انه الشوارع الرئيسية بالذات هي اللي بتعيش أجواء العيد بكل امتياز، يعني المحلات الرئيسية والناس كلها بتكون حاضرة بالشوارع الرئيسية، وهيك بتقدر تعرف إنه إشي مميز بكون. الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في كل البلدان العربية في حالة تراجع، وهذا الإشي بيساعد على إنه العيد ما يكون زي العيد اللي قبل أو اللي قبل أو اللي قبل، لكن الحمد لله. حسب وجهة نظري لا، أنا بالنسبة لي الأعياد بالنهاية كلها عيد واحد، يعني الحمد لله شو ما أجا بكون النفسية جاهزة لاستقبال هيك شيء. بحب أحكي لكل الناس اللي بيشاهدونا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة سعيدة عليكم وبنعاد عليكم كل سنة وأنتم بأحسن حال. صراحة لا، لأنه إذا بنرجع سنين لورا، يعني ما يقارب 6-7 سنين لورا، بكى الوضع يختلف، يعني الناس ما بكى الواحد يطلع يشتري بلوزة ب 500-600 بكاش واحد يسأل. اليوم الوضع الاقتصادي صار سيء شوي، وتنساش فترة كورونا مرينا فيها، فالوضع الاقتصادي شوي سيء عند الكل. هسا احنا المحل عندنا الهدفنا الرئيسي انه نوفر اسعار مريحة، يعني احنا برضو هدفنا انه الاوضاع اللي مر فيها الناس اللي كداش نقدر نساعد الناس مقارنة للاسعار اللي دارجة بالسوق، فوفرنا هذا الاشي لصالح يعني الزبون، مش انه ربح، يعني زي ما بقولوا ربح قليل وبيع كثير. هل بسبب الأوضاع الاقتصادية الناس بتشتري أقل، أو إنها بتحاول شراء ملابس بثمن أقل؟ لا، بحاولوا يشتروا ملابس بثمن أقل، هاي من تجربة يعني برضه. وانت بتبلش الحركة الشرائية لملابس العيد؟ عادة هي بتبلش بعد الفطور، حسب ما نحن بشهر رمضان مبارك، يعني هسه الناس تعرف عشان مقبلين على العيد، فبعد الفطور الناس منطقة باكة الغربية معروفة، منطقة مدينة باكة فيها مطاعم اللي هي بتلم وبتشمل كل البلدان بيجوا يزوروها، فأغلب يعني الزوار بيجوا اللي هو بعد الفطور، بكونوا ماكلين وجاهزين أمورهم وبينزلوا بتسوقوا، وإحنا إن شاء الله إحنا جاهزين لهم دائما. كلمة أخيرة بمناسبة ترى بدي الفطر السعيد. إن شاء الله الله يهدي الجميع، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة على الجميع، وزي ما بقولوها تعم الأفراح دائما يعني، وهسه مقبلين برضو على الأفراح، إن شاء الله الله يديم الأفراح إن شاء الله.